ما درت والو يعني كتربي من على حاجة، انا حاجة عادية وما حرقت حما والو. يعني الناس اللي يشدوا داك الفيديو داك التصاور شو علاش عجب احط راسي بلاصتي، احط راسي بلاصتي وتشوفي ما في العالم وداك التصاور اللي كيحطوا عليها مشاش شو عليهم. ونعم المرأة، اقسم بالله ونعم المرأة خدامة مظلماش بزاف وهي ما دايره والو، يعني حاجه عاديه المراه كتربي بنتها. المهم سميتي اسامه، كنقرا في الباك، عندي باك بي سي. اللي بغيت نقوله هو يعني الوالده ديالي عامله بحال راجل، يعني كتخدم عندها جوج خدمات. ما دعوت انتر كيخطفوا في الشارع دابا ما تيدعوش يخرجوا، كيقول لك اللي خرجوا نضربوهم نقتلوهم. علاش هذا؟ ما درت والو يعني كتربي من على حاجه، انا حاجه عاديه وما حرقت حما والو. يعني الناس اللي كيشدوا داك الفيديو داك التصاور شو علاش عجب احط راسي بلاصتي، احط راسي بلاصتي وتشوفي ما في العالم وداك التصاور اللي كيحطوا عليها مشاش شو عليهم. حط راسك بلاصتي يا صاحبي، داك انت اللي كتشد داك الفيديو داك التصاور وتنشرهم وتحط وتقول كلام شي كلام نابي كتقولو على المرأة وانت ما عارف والو. حط راسك بلاصتي وشوف يماك وكان وقع في هداك الشي، واش عتقبل داك الشي؟ بطبيعة الحال ما عتقبلش. المهم اللي بغيت نقول لك يعني الوالدة ديالي انا ما مريضة ما والو، ونعم المرأة اقسم بالله ونعم المرأة خدامة جوج خدايم كتصرف علينا كورونا. فهاديك فاش تصور الفيديو هي اللي كانت خدامه علينا، الوالد كان جالس هي اللي 3 شهور وبا جالس، هي اللي كانت خدامه علينا. تجي وعاد تلقى يعني عاد تعصب، ضروري تعصب لجاتو من الخدمه ولقات شي حاجه ماشي هي هذيك، ضروري عاد تعصب. المهم اللي بغيت نقول ما بركه من داك الشيء اللي كتنشروا، الله يرحم الوالدين، راه كتزيدوا علينا وكتقطع القلب ديالنا، راه كيتقطع ملي كنشوف انا شي واحد كفاير عندي كفاير اللي في الوالده ديالي راه حجوم. حط راسك بلاصتي والسلام عليكم. بزاف ظلمات، ما درت والو، الشوهه كامله على حاجه خاويه مظلماش بزاف وهي ما دايره والو، يعني حاجه عاديه المراه كتربي بنتها. الفيديو دار عيباش الاخ بقى يضحك مع اختو، هذاك الشيء عادي. شحال كانوا عندنا الفيديوهات بزاف حال هيدا، شي مرات عطنو ضعيد زافط مع شي واحد نصورو هذاك عا كنضحكو به حنا، هذاك الشيء اللي كاين. ولكن الفيديو اللي هزو ولاحو ونشرو هادو خصو يتحقق، هذا خصو الاخر تتابع قضائيا. هاد السيده هادي اللي درت هاد الشيء خصها تتابع قضائيا. التليفون كان الفيديو كان في التليفون ديال ماما، يعني كيفاش تسرب الفيديو الله اعلم. لا ما كانش في التليفون ديالي كاع، كنت الفوق كنت الفوق اي حنا، يعني كون كانت شي حاجه فائقه الخطوره كنا نهودو نفكو، ولكن حنا عارفينها عي كتمثل عليا. يعني حتى شوفها راه دارت شهاده طبيه، راه ما لقاو عندها لا طراز ديال الحريق لا والو. ايه كتضحي هي اللي خدام انا هادشي اللي بقى فيا الام ديالي مشات على والو، يعني راه نفديها باي حاجه. المهم انا كنبغي نقول لكم الخوت اللي كتشوفوا هذا الفيديو، الله يرحم الوالدين، ما ديروش هذه الحاله هذه كامل، حطوا بلاصتكم في راسي. الله يرحم الوالدين، بارك من داكشي، الله يرحم الوالدين، بارك من داكشي. قدرونا راه حشوم عليكم، والله العظيم راه حشوم عليكم. هذيك الالفاظ اللي كتقولوا عليا هذاك الشيء راه حشوم عليكم. واش المراه كتربي بنتها ردي شو عندها قرون وشريره وما عارف شنو كدير، حشومه والله الا حشومه بالله. كما وضحت لكم هذيك الشيء راه كنا دايرينه بيناتنا، يعني حنا ما ناديوها ما والو، هي كنخلعوا فيها كاع. كلات واحد جوج تصرفيقات، هذيك هي اللي كلات. كنبغي نقول لذاك الناس ما كاينش فينا في الصغر ديالو اللي ما جاش من البحر وكلا الدق، اللي ما جاش واكل شي حاجه وكلا الدق، اللي ما دارش شي حاجه في الزنقه وكلا عليها الدق،
يعني حاجة عادية الأم كتضرب الولد وفي نص ساعة كيتصالحوا، داك الشيء عادي يعني الأم مع الولد ولا الأب مع البنت، دائما حنا دائما كنا الصغر ديالنا كناكلوا الدار، حاجة عادية. غير هو يا الناس داك اللي كيشدوا هاد الفيديوهات واللي باج كبار وناشروا ما عرف شنو، يدخلوا الأدسنس على راسهم كما كتعرف يعني كيبغيو يطلعوا التفاعل، هادوك هما اللي كيخرجوا على الشعب. كتنشر حاجة وانت عارف عينا نشرت شي حاجة موسيقى عشوية موسيقى صافي تنشرات دارت بوم في المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.